حصريا من خلال ترند جروب للتدريب على فنون السينما، ان احنا نسافر الامارات ونلتقي مع جميع الموهوبين ونقدم لهم كل الدعم، بعض الخبرات الفنية من خلال ورشة كيف يسوق نفسه وكيف يتعامل مع السوق الفني سواء في الامارات او في الدول العربية بشكل عام، كيف التعامل مع السوق نفسه لان السوق له ادوات خاصة وله اليات خاصة، كيف تتعامل مع المنتج، كيف تتعامل مع مدير الانتاج، كيف تسوق نفسك فنيا، نتعامل مع الممثل ازاي، الممثل يقرا الشخصيه يقرا الدور يتعامل معاه ازاي، الجوانب المختلفه الابعاد المختلفه للشخصيه، نقف ازاي مع الممثل، ازاي نوصف له نقيب المهنه التمثيليه. استنونا في الامارات في الايام القادمه باذن الله مع ترند جروب للتدريب على فنون السينما.